بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخب المغربي والفرنسي والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، اللاعب كيليان مبابي يواسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي زميله في باريس سان جيرمان. ليقوم اللاعب مبابي بخلع قميصه وارتدى قميص حكيمي أثناء الاحتفال بالفوز بطريقة جعلت الجماهير المغربية تحييه. رغم خسارة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، الوصول فقط لهذه المرحلة فهو شرف لكل المغاربة وللعرب. اللاعبين المغاربة قدموا مستوى أكثر من رائع خاصة في الشوط الثاني إلى غاية نهاية المباراة، بالرغم من الظلم التحكيمي الذي تعرض له العديد من اللاعبين أثناء المباراة. هنيئا للمنتخب المغربي لوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.